السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فعود حميد إلى برنامجكم حكايات الألقاب. فما هو هذا اللقب الذي سنقف معه ومن هو صاحبه؟ هو أرطبون العرب. أرطبون العرب، هل سمعتم عن هذا اللقب؟ وهل تعرفون من صاحبه؟ وهل تعرفون حكاية هذا اللقب؟ صاحبه أبو عبد الله، وقيل أبو محمد عمرو ابن العاص ابن وائل السهمي داهية قريش، يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم والذكاء. هاجر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل العام الثامن من الهجرة، قبيل فتح مكة، مع خالد بن الوليد ومع عثمان بن طلحة حاجب الكعبة. وصلوا المدينة وأسلموا. تصور في يوم واحد سيف الله المسلول خالد وعمرو بن العاص من أكبر قادة الإسلام أسلموا في يوم واحد. فرح النبي بقدومهم وبإسلامهم وقال لمن معه: لقد ألقت إليكم مكة بفلذات أكبادها. ولما بسط النبي يده لمبايعة عمرو ووضع عمرو يده في يد النبي سحبها. قال النبي: ما لك يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، أبايعك على أن أشترط. قال: تشترط؟ تشترط على ماذا؟ قال: على أن يغفر لي ما قد سلف، ده أنا حاربت ضدك وفعلت الأفاعيل بأصحابك وذهبت إلى الحبشة أقلب عليهم النجاشي، لي غدرات وفجرات، أبايع على أن يغفر لي ما قد سلف. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمرو، ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الجهاد يجب ما قبله؟ فبشره بأن الله قد غفر له كل ما فات إلى يوم إسلامه، وما هي إلا أيام بعد إسلام عمرو حتى ولاه النبي على جيش وجهه إلى ذات السلاسل ناحية البحرين، وولاه على الصديق والفاروق. تصور، أسلم بقاله أسبوع، جعله قائد جيش وجعل من عساكره أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. وكان النبي يعرف معادن الرجال ويضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ماذا قال النبي عنه؟ قال النبي: أسلم الناس وآمن عمرو. أسلم الناس وآمن عمرو، رواه الترمذي وصححه الألباني، وروى أحمد والحديث حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ابنا العاص مؤمنان عمرو وهشام، كان له أخ اسمه هشام أسلم قبله. وروى أحمد والحديث صحيح عن عمرو بن العاص قال: كان فزع بالمدينة، فأتيت على سالم مولى أبي حذيفة وهو محتب بحمائل سيفه، يعني لبس السلاح، فقال رسول الله: أيها الناس، ألا كان مفزعكم إلى الله وإلى رسوله؟ ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟ يبقى سيدنا النبي الذي لا ينطق عن الهوى شهد بالإيمان، بصدق الإيمان لعمرو بن العاص أكثر من مرة رضي الله عنه. وروى أحمد والحديث صحيح عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله: يا عمرو، اشدد عليك ثيابك وسلاحك وأتني. قال: ففعلت، فجئته وهو يتوضأ، فصعد البصر في وصوبه، ثم قال: يا عمرو،
إني أريد أن أبعثك وجها فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة. قال: فقلت يا رسول الله، إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك. قال: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. المناقب الجميلة دي، شهد له بالإيمان أكثر من مرة، وهنا يقول له نعم المال الصالح للرجل الصالح. رضي الله عنه. ولد عمرو في بيت غنى وطرف، أبوه كان من أكابر تجار مكة، العاص بن وائل السهمي من سادات مكة، وقد ولته مكة القضاء بين الناس، فكان الناس يجلونه ويقدرونه ويحترمونه. وكان عمرو ذكيا فصيحا شجاعا ماهرا بالقتال بالسيف، يضرب به المثل في الفروسية، وقد عمل بالتجارة وطاف البلاد وعرف أخبارها، وكان من رؤوس قريش، ولذلك أرسلوه للحبشة ليرد عليهم من هاجر من المسلمين. من ذكائه ما فعله في غزوة ذات السلاسل. روى أبو داود وصححه الألباني، قال عمرو: خرجت مع الجيش في ذات السلاسل، فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة، فأشفقت على نفسي إن اغتسلت أن أهلك، وتذكرت قول الله: فلا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت وصليت بالناس، فذكروا ذلك بعد للنبي، فقال لي النبي: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: يا رسول الله، كانت ليلة شديدة البرودة، وأشفقت على نفسي إن اغتسلت أن أهلك، وتذكرت قول الله: فلا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال عمرو: فضحك النبي ولم يقل شيئا، يعني أقره، وضحك لأنه انبسط من فقه عمرو ومن ذكاء عمرو رضي الله عنه. قال محمد ابن سلام الجمحي: كان عمر بن الخطاب، وكان يحب عمرو، كان عمر بن الخطاب إذا رأى الرجل يتلجلج في كلامه قال: خالق هذا وخالق عمرو واحد. سيدنا عمرو كان فصيح، كلمة بحساب. عمر بن الخطاب إذا شاف واحد بتأتأ في الكلام، يتلجلج في الكلام، يقول: سبحان الله، خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. وكان عمر يقول: ما ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلا أميرا. عمر يقول عن عمرو بن العاص: ما ينفعش عمرو بن العاص يمشي على الأرض إلا وهو أمير. وقال الشعبي: دهاة العرب أربعة: معاوية وعمر والمغيرة وزياد، فأما معاوية فللأناة والحلم، وأما عمرو فللمعضلات، وأما المغيرة فللمبادهة، وأما زياد فللصغير وللكبير. وكان رضي الله عنه أسن من عمر بن الخطاب، فكان يقول: إني لأذكر الليلة التي ولد فيها عمر. عمرو بن العاص ألقابه إيه؟ واحد: داهية العرب. كان أهل مكة يلقبونه بهذا اللقب قبل الإسلام: داهية العرب. وقد سبق قول الشعبي: دهاة العرب أربعة: معاوية وعمر والمغيرة وزياد. أما إيه حكاية لقب أرطبون العرب؟ أرطبون العرب، ما قصة اللقب ومن لقبه به؟ لقبه به عمر بن الخطاب. لما حاصر عمرو بيت المقدس وفيه الرومان، صار عمرو بجيشه حتى بلغ منطقة الرملة، فوجد فيها جيشا عظيما جدا للرومان بقيادة أدهى قائد للرومان واسمه أرطبون الروم. فبعث عمرو إلى عمر برسالة يخبره ويطلب المدد، فأمد وقال عمر لأصحابه: رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، فانظروا عما تنفرج. بجداهية الروم
أنا رميته بداهية العرب، رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، فانظروا عما تنفرج. وكان عمرو كلما جاءه مدد بعث به إلى قائد من قواده في ناحية بعيدة عن الرملة، وهو يتحسس مواطن الضعف عند الرومان ويبعث الرسل والجنود، ما فيش حد عايز يشفي صدره. فذهب بنفسه إلى قائد الرومان وقال: جئتك رسول من قائد المسلمين عمرو بن العاص. وفي الطريق أخذ ينظر على مواطن الضعف ومواطن التحصين، فلما كلم عمرو أرطبون الروم وجد منه أرطبون الروم فطنة وذكاء ودهاء، فقال: إن لم يكن هذا عمرو فهو أكبر مستشار يستشيره عمرو. ثم أشار إشارة إلى رجل من قواده: اتبعه بعد أن يخرج من عندي واقتله. ففطن عمرو بن العاص فعاد إلي وقال: أيها الأرطبون، أيها الأمير، لقد سمعت كلامك وسمعت كلامي، وإني واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص لنكون معه نشهد أموره ونشير عليه، فإن شئت أتيتك بالعشرة لتسمع منهم ويسمعوا بك. فقال قائد الروم: نعم، ائتني بهم جميعا طمعا في قتل عشرة من كبار قادة المسلمين. وأمر حارسه بأن يتركه ولا يتعرض له، فنجا عمرو بهذا الدهاء من قتل الرومان. ولما علم أرطبون الروم بدهاء عمرو وبحيلته قال: خدعني الرجل، وهذا والله أدهى العرب رضي الله عنه. منذ أسلم لم ينقطع جهاده، جاهد مع النبي، جاهد في ذات السلاسل، جاهد مع النبي في فتح مكة، هدم صنم هذيل لسواع، بعثه النبي إلى عمان يدعو أهلها للإسلام، وقاتل بعد المرتدين ومانع الزكاة، وشارك في فتح الشام، وهو الذي فتح مصر. كل مصري مسلم يسجد لله سجدة تكون في ميزانه وفي ميزان عمرو بن العاص. وجعله عمرو أميرا على فلسطين وما والاها، ثم جعله أميرا على مصر إلى أن مات عمر، ثم ظل أميرا على مصر عامين من خلافة عثمان، ثم عزله عثمان، ثم أصبح أميرا على مصر إلى أن مات في زمان معاوية، ومات وقد بلغ 90 من عمره في ليلة عيد الفطر سنة 43 هجرية، ودفن في مصر رضي الله عنه وأرضاه. فاللهم ربنا وسيدنا احشرنا مع أرطبون العرب، مع صاحب نبيك عمرو بن العاص الذي شهد له النبي بالإيمان والصلاح. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.